والقول الثالث وهو القول الحق هو أن الله يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في الدنيا فإنه لا يرى، لأن الناس لا يطيقون رؤية الله في الدنيا. ولما طلب موسى عليه السلام كليم الله قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل الصلب صار ترابا من عظمة الله عز وجل. فكيف الآدمي يطيق رؤية الله؟ هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإن الله يعطي أهل الجنة قوة يستطيعون بها أن يروا ربهم عز وجل إكراما لهم. لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه أكرمهم الله وتجلى لهم في الجنة ليتلذذوا برؤيته، كما دل على ذلك القرآن والسنة المتواترة. وأما الكفار فلما لم يؤمنوا به في الدنيا حجبهم الله عن رؤيته يوم القيامة، قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كانوا الكفار محجوبون، إذا كان الكفار محجوبين عن رؤية الله فهذا يفهم منه أن المؤمنين لا يحجبون عن رؤية ربهم، وإلا كان الكفار والمسلمون سواء في الآخرة، الله فرق بينهم. فأكرم المؤمنين بأنه يتجلى لهم ويظهر لهم سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، ويرونه عيانا بأبصارهم لا يضامون في رؤيته ولا يتضامون، يعني لا يتزاحمون في رؤيته، يرونه عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر كما صح بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية الله عز وجل. والله جل وعلا يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة وزيادة هي النظر إلى وجه الله كما في صحيح مسلم. وكما قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون في الجنة ولدينا مزيد، وهو رؤية الله جل وعلا. وكما في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة وهي البهجة، إلى ربها ناظرة بأبصارها، لأن النظر إذا عدي بإلى فمعناه المعاينة بالبصر، النظر إذا عدي بنفسه انظرونا فمعناه الانتظار، إذا عدي بفي أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض فمعناه التفكر والاعتبار، وإذا عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، معناه المعاينة بالأبصار. إن عدي بنفسه فمعناه الانتظار، وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار. هذه هي القاعدة. والآية التي معنا معدا بإيش؟ بإلى، إلى ربها ناظرة، فهذا معاينة بالأبصار. نعم. وأما قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، الإدراك غير الرؤية، أنت ترى الشيء وتبصره لكن لا تدركه، يعني لا تحيط به، لا تحيط بالمرء من كل جانب، وإنما ترى. فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة لكن لا يدركونه، لا يدركون عظمته جل وعلا ولا يحيطون به علما. وأنت ترى الشمس الآن، ترى الشمس
لكن لا تحيط بها بجرمها وحدودها، ما تستطيع، ما تستطيع تحددها. هذا في المخلوق، كيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فنفي الإدراك غير نفي الرؤية، بل قالوا إن نفي الإدراك يدل على الرؤية، يدل على أنه يرى لكنه لا يدرك، يعني لا يحاط، لا يحاط به سبحانه وتعالى. نعم. وقل يتجلى الله للخلق جهرة. نعم. وقول الله لموسى، قول الله لموسى لن تراني، ليس معناه النفي المؤبد، لن تراني يعني في الدنيا، بدليل أن ثبتت الرؤية في الآخرة، فقوله لن تراني هذا في الدنيا. ويقولون إن كلمة لن ليست للنفي المؤبد، وإنما هي للنفي المؤقت. نعم.